أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم عوامل زيادة معدلات النمو وحل مشكلة البطالة التي تواجه مصر. وخلال المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن محلب أنه سيتم قريبا إطلاق مبادرة لإنشاء 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة توفر 50,000 فرصة عمل. رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية تنتهجها الحكومة وستثمر فيها قدرات وطاقات الشباب على العمل الحر. إنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ترجمتها الحكومة عمليا بتبني استراتيجية طموحة للنهوض بها وتحويلها من قطاع تقليدي يعمل أغلبه في القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي حديث ومتطور قادر على المنافسة والاستمرارية. الحقيقة هذا المؤتمر بيأتي في وقت بالنسبة لمصر في منتهى الأهمية. يمكن هذا الأسبوع هذا الثالث مؤتمر يتحدث عن الاقتصاد، ثالث مؤتمر أحضره ومؤتمرات كبيرة، وبالتالي هناك شيء كبير يحدث في مصر. يبقى احنا لازم نبص من منطلق مختلف، وهو كما قيل منطلق القطاع الخاص، منطلق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منطلق لصنع فرص عمل حقيقية تنتج في الاقتصاد ولا تكون عبء على الاقتصاد. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للنمو، حيث أن النهوض بها ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي. أود أن أشير إلى أهمية هذا المؤتمر اللي تم إعداد مناقشة دور السلطات الإشرافية في دعم فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطوير تلك المشروعات للاستفادة منها، خاصة في الوقت الحالي اللي هو يستدعي ضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية للبلدان العربية للنهوض بها. بيّنت الأحداث التي مرت بها ولا زالت تشهدها منطقتنا العربية في جانب منها الحاجة الكبيرة والملحة لإعادة النظر في سياسات التنمية سعيا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تشمل مختلف فئات المجتمع ومناطقه الجغرافية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمواردنا الداخلية والتعاون العربي، وأعلن عن تراك مبادرة انطلق كأحدى المبادرات التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، وتستهدف الوصول للإنتاج الفعلي لـ1000 مصنع صغير بما يتيح 50,000 فرصة عمل. أغتنم هذه الفرصة للإعلان عن مبادرة انطلق، وهي التي ستدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من 2015، وكذلك استهداف الوصول إلى الإنتاج الفعلي لـ1000 مصنع صغير في القاهرة الجديدة بما يتيح 50,000 فرصة عمل و250,000 مستفيد بنهاية 2015.